أيها الإخوة المسلمون، عيد سعيد مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إننا في لحظات وداع الشهر الكريم، نسأل الله لنا ولكم القبول والجنة. أيها الإخوة المسلمون، نحن في بيت الله الحرام في انتظار أن يرفع أذان الفجر في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك السعيد بإذن الله. في هذا اليوم المبارك وفي هذه اللحظات الكريمة، نتجه إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، ونسألك خير الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ما هي أيها الإخوة المسلمون إلا لحظات حتى يرتفع أذان الفجر في بيت الله الحرام في مكة المكرمة. Oh.
شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع الشيخ محمد رمل أذان صلاة الفجر في بيت الله الحرام الأول من أيام شهر شوال المبارك، عيد الفطر السعيد، عيد الإسلام الأصغر. أيها الإخوة المسلمون، بيت الله الحرام تعج كافة السبل والطرق المؤدية إليه ومن كل مكان في داخل المدينة وخارجها بعشرات الألوف من المؤمنين الذين اتجهوا من كل فج عميق في هذا اليوم المبارك ليؤدوا صلاة الفجر وليؤدوا صلاة العيد، داعين مكبرين، ذاكرين الله سبحانه وتعالى، قلوبهم معلقة بأمل القبول عند ذي الرحمات بارئ الكون خالق الأنفس. اللهم لا تخيب سعيهم وتقبل أعمالهم، إنك على كل شيء قدير. يا من له الأولى تسبح داعية، وبحد مده قامت تلبي الثانية. يا من برى كل الخليقة واصطفى خير الأنام محمدا للعافية، ارحم عبادك منة وتفضلا، من تهده يلقى الحياة الراضية. سدد خطانا نستبق عدوا إلى جنات عدن وقطوف دانية. اللهم رب هذا البيت المبارك الذي جعلته قبلة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلنولينك قبلة ترضاها، وولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اللهم بحق ما فضلت هذا المكان الطاهر، وبحق ما اتجه المسلمون بقلوب مؤمنة وجوارح فاعلة متجهين دائما إلى رحابك العليا وعطائك الذي لا يحد، أن تتقبل من عبادك وأن تهدي من ضل منهم إلى سواء السبيل، إنك على ذلك قدير. أيها الإخوة المسلمون، كل رحاب بيت الله الحرام وأروقته وأدواره العليا تجمع فيها المسلمون في شكل أنيق منظم، ننقله إليكم وصفا وتنقله الكاميرا للذين يشاهدون التلفزيون ليروا ذلك النظام، ذلك التحلق المنبعث عن إيمان وعقيدة خالصة. إن تلك القلوب كلها تتفاعل إيمانا وتتجه إخلاصا، تدعو بارئ الكون: يا إلهنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم،
اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا عن النار. اللهم تقبل صالح أعمالنا. اللهم وفقنا في طريق حياتنا إلى ما يحقق رضاك والجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. لحظات أيها الإخوة وتقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من مارج مارج.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي ربكما تكذبان؟
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء
ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصين خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر
لنا في صلاتنا وفي صيامنا وتقبلها منا إنك أنت السميع العليم. اللهم بارك لنا في عيدنا، اللهم بارك لنا في قادتنا، اللهم وفق بلادنا إلى كل خير إنك أنت السميع العليم. هكذا أيها الإخوة المسلمون قضيت صلاة الفجر في بيت الله الحرام في أول أيام عيد الفطر المبارك الأول من شهر شوال المبارك من عام 2400 هجرية. نسأل الله لنا ولكم حسن القبول، إنه على كل شيء قدير. الآن نعود بكم إلى استديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.